السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على سفيان فيغولي، هل سيضيع الكان حسب الأخبار اللي دارت؟ ما نعرف من أثر تصريح الناخب الوطني جمال بالماضي خلال ندوة صحفية أمس الخميس حول إمكانية تضييع لعاب مهم للكان، وإن مخاوف الجماهير الجزائرية قبل أيام قليلة من انطلاق العرس الإفريقي. ناس راحت البن سبعيني، راحت الإسلام سليماني، راحت الفيغولي، كاتبان كاتبان وصحيح. إلا ولينا بالك فلان بالك فلان بالك فلان، غادي ما تسلكش، خليها تتبان وصعيك، غادي نحصلوا في إيكيب كاملة. إلا قعدنا نتبعوا في جماعة شينيكيطو ونتبعوا في بوكلاب ونتبعوا إيكيب كاملة، غادي ما تلعبش. وذكرت عدة تقارير إعلامية يوم الجمعة أن المعني بالحديث بالماضي هو اللعاب جالاتا سراي التركي سفيان فيغولي، والذي يعتبره الكثير من محللين رئة منتخب الوطن الجزائري. هذه حقيقة، هذه وسموها ضربة، إلا صح إلا صح نسميها ضربة موجعة. أما نقول لكم كلمة فيغولي، والله لا هو الغانجو، والله لا هو الغانجو فيغولي، نطلب حاجة برك، كاع لا ما لعبش، كاع لا ما لعبش، الله لا يبلي ويقدر ما لعبش، يخلوه روكلا، يخلوه مع ستاف، والله يخلوه مع ستاف، هذاك فيه ريحة تاع بركة، هذاك فيه ريحة، هذاك واه ضربة موجعة، إلا صح ما يلعبش، والله لا راهي ضربة ماشي غير ماشي المنتخب، راهي الجزائر كومبلي، مهرودين في ماندي تيزيدك أنت في غولي، هاي ضربة كبيرة سي محمد. الله يجعل شي صح، ماشي الله يجعل شي صح، الله يجعل ما نعرف. وبالإضافة إلى الصحفيين الجزائريين المقيمين في الدوحة، فإن الصاحب 32 سنة قام بإجراءات فحوصات طبية في المستشفى أسبيطار، جاءت نتائجها مطمئنة، غير أنه سيجري فحوصات ثانية لاحقا للتأكد من إمكانية اللحاق بكأس إفريقيا. ولم يشارك فيغولي في حصص تدريبية الأخيرة للخوض خلال تربص التحضيري في العاصمة القطرية الدوحة، وهو نفس الأمر لصحة إسلام سليماني بان البارح، بن سبعيني بانوا البارح، بلايلي يعني كاع بانوا البارح، بن سبعيني بلايلي اسلام سليماني، هادو قاعد دربوا يامس حشيه المغرب، هادو قاعد دربوا وين شانا وين اسلام سليماني رامي بن سبعيني، قال لك بلي اسلام سليماني رامي بن سبعيني، هادو دربوا البارح. وكان الناخب الوطني قد اكد وجود امرين يعيقان تحضيرات في الدوحه، الاولى هو حاله اصابه كورونا، والثاني تاخر التحاق لاعبين آخرين، وأضاف هناك حالات للاعبين آخرين أصيبوا بالفيروس كورونا، والوضع الحالي صعب جدا، لا يمكن أن أذكر أسمائهم، والأمور غير واضحة مع وصول لاعبين. واختتم هناك احتمال لفقدان خدمات لعاب مهم بسبب الإصابة، علينا بالصبر وسنرى. المهم هو تلقى فانيك اخبار فانيك شابه من بعد، يعني وين شعلنا وين الالتحاق الثنائي محمد امين طوقاي وحسين بالعياده، يعني يامس وصلوا للدوحه بوفد منتخب الجزائر الذي يجري معسكره في الدوحه استعداد للمشاركه في كاس امم افريقيا، وجاء ذلك بعد فتره حجر صحي وخضع لها اللاعبين بالجزائر اثر ثبوت اصابتهم بفيروس كورونا حسب ما وردته وكالة أنباء الجزائرية، وسمح الطاقم الطبي للاعبين بالسفر إلى الدوحة بعد أن ظهرت تحاليل التي أجراها
الثنائي امس الخميس، يوم امس الخميس يعني نهار الخميس، كانت سلبيه يعني. راهم في البارح كانوا في البارح تما وصلوا، هما اليامس وصلوا. وكذلك وين يخضع نجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي، وين خضع لتمرينات كانت شاقه يعني في الدوحه، يعني وين هو قال لك اودي تا يوسف بلايلي وكورونا. لا ماشي كورونا، يوسف بلايلي دخل للسونت يعني باش ينقص من الوزن تاعو صايك، وين طلب منه جماب بالماضي مي قصر معاه التاليه كاع على الكليب تاعو، وغادي تسني ونسخصك وبالك ومنا منا يعني. زاد قال له قدامنا نكملوا قدامنا، تروح روح تو لي زونتيرمون، روح لي زونتيرمون باش تكون مليح. وين سيضيع يعني متوسط ميدان سفيان بن دبكه معسكر الخضر بالدوحه اس ثبوت اصابته بفيروس كورونا حسب ما ورده ناديه فتح السعودي. شويه والله لا مشكله. ايوا اش عم يدير هادو هما الله غالب دروك. هذا مرض حنا سوينا كيما 2019 ايكيب دار التربص تاعو 100% ناجح. المنتخب الوطني في مصر يعني تربص، علاه يقول لك تربص كان ناجح؟ خاطش علاه المهمه في مصر كانت ناجحه، يعني تربص كان ناجح، التربص كان ناجح 100%. لعبه كاع حاضرين، مكاش حتى الاصابات. ابا لافير تاع كي يسموه هذاك بالقبله راح هو جديلو، هذا مكان راح هو جديلو. هذيك نشوفوا بلي ودي التربص هذا الخطره، يعني ما راهش فانيك، ما راهش غير علينا حنايا، باش يكون في عندكم، ما راهش غير علينا حنايا، راهي كاع لافريكا، راهي ديجا الكابون اليوم غادي نلعبو لهم. فانيكوما راهم فانيك منقوسين، وفيهم كورونا، وفيهم ها راه كيما الكارديا تاع الكوتيفوار، الكارديا تاع الكوتيفوار سيسبوندي، صابوه ضرب المنشطات، يلعب في كين، يلعب وقيلا في بطولة إثيوبيا، وين صاب عنده 33 عام، غارديا أوفيسيال التيتيلر تاعهم، غادي عقوبة، ما غاديش يلعب، عاقبوه، خاطر شوف كيفاش، على اللي نقولو ودي ما راهيش غير علينا حنايا، راهي كاع المنتخبات اللي عندها لاعبين في الخارج، وفاني كورونا فاني كاين توشي، حتى الكاميرون وين عندها 4 تاع اللعابات توشاو فانيك، ما غالب دارنا كيف، حنا نحوسو نبروفيتو نخطفوها ونجو، يعني ندوها. هذه فرصة تاعنا باش ندوها، هذه اللي نتمناوها، خاطش علاه والله لا. شوف نقول لك كلمة، بالك هذه كورونا شويه راه شوف كي قلعتنا باللي ماهيش ماشياتنا وكلش، بصح بالك خيره لينا، بالك هذه كورونا بالك خيره لينا، هذه اللي نقولوها. عاد قادر تلعب انت كونت سيرانيون ناقصه 5، حنا ينقص لنا 1 2 3، عندنا 28 لاعب كاع تاكلين عليهم، على ربي وعليهم، على ربي الاولى وعليهم هم تاكلين عليهم. بصح كاين فرق وحده اخرى، وحده كيما السنغال، انا شفت الناس السنغال يحطوا له 11 جوال تاعهم، 11 جوال بصح يتبلي سالك لعاب 2 3 غادي يدخل في ازمه. حنا مكاش ازمه، حنا عندنا 29، عندنا 28 لعاب كاع يلعبوا، كاع ملاح، كاع راهم ملاح، وكاع باغيين يشاركوا، كاع باغيين يلعبوا، كاع باغيين يتوجوا، كاع راهم يحوسوا عليها. هذه هي المهم، بالك خيرتنا، بالك خير. عرفت شو قعدت نهدر مع واحد قال لك يا ودي مزيه قذبتهم ضروك، مزيه قذبتهم ضروك، لعابه قذبتهم ضروك، ما قذبتهمش في الوسط الشامبيونا، قذبتهم ضروك ما قذبتهمش في وسط الشامبيونا. هيا نتايا
تلعب برومي ماتش دوزيام برومي ماتش غدا ان شاء الله تروح دير التيست تاعك اي يقول لك كورونا روح ادخل الحساح ما تجي باي تخرج ما تجي باي تلقى الكوت ديفوار زمر وفات مزيه قلبتهم ضروك حاره كيما طوقاي كيما بن عياده قلبتهم قلعوا راحوا راحوا فمك صايب ما فيهمش بدي بكاد الباتو بكري بدنا الأونز يكون واجد يكون في يكون في التشكيله يكون يلعب ولا يكون واجد ولا ما نحاولش نفهم على الله.